مرحبا بكم أصدقائي، سعيد بالتقائكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم جديد نت. وفي هذا الفيديو سأريكم طريقة لكيفية عمل تنظيف لأحبار طابعة كانون بي إكس ما إم جي 2540 إس. كما أنه من الممكن تطبيق هذه الطريقة أيضا على مجموعة من الطابعات كانون بي اكس ما التي تنتمي الى هذه السلسله، كطابعه كانون ام جي 2570 وايضا طابعه كانون ام جي 2440 وغيرها من الطابعات، وذلك فقط من خلال استعمال الازرار الجانبيه للطابعه. وهذه الطريقة التي سنراها في هذا الفيديو تساعد أيضا في تحسين نظام الطباعة وتنظيم نظام الحبر في الكرتوشات، وكما تسهل مرور الحبر من الأحبار بشكل متناسق، وتعتبر هذه الطريقة كحل للطباعة المتقطعة. كما سأريكم الآن، عندما نقوم باستخراج ورقة التعرف على مستوى الحبر في الطابعة، رغم أن الطابعة فيها حبر بشكل كافي في الكارتوشات، إلا أنه يظهر لدينا تقطعات بين المربعات نتيجة عدم استعمال الطابعة لمدة طويلة والعديد من الأسباب الأخرى. وللقيام بذلك سنقوم بالضغط على هذا الزر الأحمر بشكل مستمر إلى حين ظهور وميض برتقالي جانب هذا الشعار لثلاث مرات متتالية، ونترك الطابعة تقوم بعملية التنظيف التلقائية. نقوم بالضغط على الزر الأحمر ونحسب ثلاث مرات، واحد اثنان ثلاثة، ونرفع الأصبع عن الزر الأحمر ونترك الطابعة تقوم بعملية التنظيف التلقائية، وتنتهي هذه العملية حين نلاحظ أن الوميض الأزرق الذي يظهر جانب زر التشغيل مستقر. كما تسمعون الأصوات التلقائية التي تصدر من الطابعة نتيجة التنظيف التلقائي. وتستغرق لمدة تقريبا دقيقة، كما تلاحظون استقرار الوميض الأخضر الذي لدينا جانب زر التشغيل يدل على انتهاء عملية التنظيف. أتمنى أن تجدون في هذا الفيديو حلا لمشكلتكم. من لديه تساؤل يمكن أن يتركه في صندوق التعليق، وشكرا، في فيديو قادم إن شاء الله.